زيادة في تخصيصات المحافظات المالية أبرز مخرجات اجتماع لجنة الخدمات والإعمار النيابية بالمحافظين للتباحث حول موازنة مشاريع الخدمات والإعمار التي أدرجت في الموازنة الاتحادية لهم. إجراء بعض المناقلات في أبواب الموازنة بالتوافق مع اللجنة المالية لدعم وإسناد ميزانية المحافظات. هذا الاجتماع يعني تمخض على توصيات راح نرفعها للجنة المالية، لعل ما هي زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم تخصيصاتها 2,500,000,000,000، وهذه المبالغ لا تتناسب مع حجم المشاكل في هذه المحافظات. هناك دعم واضح في الموازنة للوزارات على حساب المحافظات. التوجه النيابي، توجه اللجان التخصصية باتجاه دعم المحافظات على حساب الوزارات. لقاء مرتقب للمحافظين برئيس الوزراء وفق محافظين أكدوا حاجة محافظاتهم لزيادة هذه التخصيصات لإنشاء مشاريع جديدة في ظل تصدر محافظاتهم نسبة الإنجاز الأعلى بين المحافظات في تنفيذ المشاريع. هذه الاجتماعات واللقاءات، وعندنا اجتماع في الهيئة التنسيقية العليا إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل مع دولة رئيس الوزراء كذلك، وكذلك مع الوزراء، واجتماعاتنا في اللجان المالية والأقاليم والخدمات ومجلس النواب. أكيد هذه الاجتماعات ستضفي بإذن الله تعالى لإقرار الموازنة وإقرارها بشكل ينصف كذلك حتى المحافظات، خاصة أن محافظة كربلاء المقدسة تحتاج إلى دعم. وجودنا اليوم في لجنة الخدمات باعتبار أنه هي معنية الدرجة الأولى في حسم أو تقليل معاناة المواطنين في الخدمات، وهي تقريبا الشغل الشاغل لكل المحافظات. اليوم حقيقة توصلنا إلى رؤية موحدة السادة أعضاء مجلس النواب أنه عازمين على زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وأيضا متابعة ومراقبة لهذه الموازنات. ومن المتوقع أن ترفع لجنة الخدمات والإعمار توصياتها ومخرجات اجتماعها بالمحافظين إلى اللجنة المالية النيابية لإضافتها ضمن بنود الموازنة من خلال إجراء عدد من المناقلات في بعض أبوابها قبل عرضها للتصويت في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد.